قال له السائل: هل حديث ثلاثة لا تستجاب دعوتهم؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أقرض رجلا دينا ولم يكتبه الحديث، هل ثبت هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح، وقد وهم فيه الراوي، الراوي وهم فقلب متنا أو ركب متنا على سند، فالحديث أصله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل أو رجل عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بي، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. فهذا الحديث هو الأصل، هو الأصل المركب على السند الثابت، وهم بعض الرواة وركب على السند متنا آخر وهو حديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل أقرض رجلا ولم يكاتبه، ورجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها الحديث إلى آخره. الحديث منكر، وحكم بنكارته غير واحد كالحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. هل الإمام نافع مولى ابن عمر هو نافع صاحب القراءات؟ ليس هو، هذا نافع آخر. هل الجن سبقنا إلى اختراع بعض الأجهزة الحديثة مثل التلفزيون؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. متزوجة وعندها طفلان وأبوها يأتيها يوميا من العصر إلى الساعة الحادية عشر مساء، ويدخن ويضر طفلي، وزوجي مسافر في القاهرة، ولما يتصل بي ويعرف أن أبي عندي يغضب مني جدا، وأستحي أن أقول لأبي لأنه سيغضب مني جدا هو الآخر، فماذا أصنع؟ ماذا تصنع؟ ائت بحلول رشيدة. تترك بيتها؟ ما ليس بالرشيد هذا الرأي. ها، نسمع آراء إخواننا، ماذا تصنع؟ سمعت السؤال؟ ما الجواب؟ تذهب إلى بيت أحد أقاربها، يعني تترك البيت ليس برشيد. نعم، تذهب إلى شيخ يرشد أباه، هذا حل طيب، واحد يعلم أباه، تسلط على أبيها رجلا فاضلا على علم يعلمه الدين، يعلمه الدين فتتفادى هي المشكلة. يقول له: بنتك الآن في حرج بينك وبين زوجها، زوجها يغضب وله حق ويخشى على الأولاد من الدخان، وابنتك تستحي أن تقول لك ذلك. ف طبيب يعني ما تصلت أمها ميتة، هي أمها فعلا لو موجودة ربنا يجعلها سبب. لكن لو تعثر كل ذلك، طاعة الزوج أولى من الإبقاء على الأب في مثل هذه الحال المضرة. وأحيانا الحياء له حدود، يعني يفترض أن الحياء له فقه، الحياء له فقه، هناك شيء اسمه فقه الحياء، فقه الحياء هو شعبة من الإيمان، لكن الله لا يستحي من الحق. إذا مات أبوها ستعتد كم يوما؟ ثلاثة أيام. وإذا مات الزوج؟ أربعة أشهر.
وعشر. إخوانكم ذاكرونكم بصيام يوم تاسوعاء وعاشوراء يومي الأحد والاثنين القادمين إن شاء الله. يقول: هو تاجر أراضي زراعية وبعد شرائها يقطعها ويبيعها بعد تبويرها، هل يجوز تبويرها بعد أن كانت زراعية؟ إذا كانت هي في الأصل بائرة ولا يستفاد بها ولا يصل إليها الماء، فحينئذ لك أو لأخيك أو للذئب الآن لا يستفاد بها، لكن إذا كانت تزرع فلا نستطيع أن نفتي بفتوى بالهجوم على الأراضي الزراعية بما يعود بالضرر على المسلمين، فالمصالح العامة للمسلمين تراعى، وسن قوانين في هذا الصدد لا تخالف أمر الله إنما للصالح العام فيسمع لها، والله أعلم. يقول: أسافر كل يوم إلى القاهرة ولا أعلم كيف القصر في الصلاة ولا متى أصلي القصر. إذا خرجت من بلدك من المنصورة ولو لمدة كيلو واحد، لكن في طريق السفر، يعني الكيلو ليس منتهى سفرك، إنما الكيلو هو خروج من البلدة في طريق السفر، تقصر بمجرد خروجك من المنصورة ما دمت في طريق السفر، تصلي الثنائية الرباعية ركعتين. وإني سألك سؤالا يا صاحبي، الآن أذن علي الظهر وأنا في المنصور ويا بلدي مثلا، خرجت دون أن أصلي الظهر وسأصليه في طريقي في أجا مثلا، أصليه أربع أو ركعتين، الظهر أذن علي أين؟ في المنصورة، ولكني ما صليته وأصليه في طريقي إلى القاهرة في أجا، أصليه كم ركعة؟ نعم اثنين. وأنت تقضى الصلاة الفائتة أربعا؟ طيب أنا أسألك سؤالا يا من قلت أربعا، لماذا قلت أربعا؟ لأن وقت الصلاة دخل عليه وهي أربعة. طيب سؤال، لا يصبر، قلنا أنك سافرت وأنت في طريق الرجوع، أذن عليك المؤذن وأنت في السفر، أخرت الصلاة إلى أن وصلت، صليها كم؟ دعوه، صليها كم؟ طيب يعني العبرة بمكان بوقت الأداء أو بدخول الوقت؟ بدخول الوقت، إذن ستصلي في البيت ركعتين. العبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت أداء الصلاة، إذا أديتها في الحضر أديتها كاملة، إذا أديتها في السفر أديتها قصرا، والله أعلم. يقول: هل ما نراه ونسمعه ليلا ونهارا من القتل في كل مكان على كوكب الأرض وفتن النساء وغناء الشيطان الذي يملأ الدنيا، هل من على هذا من علامات الساعة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان علامات الساعة وكثرة الهرج، قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. والذي لفت النظر هذه الأيام من التطاول في البنيان في دول الخليج، فجأة أصبحت هناك أبراج ناطحات سحاب كما يقولون في بلاد الغرب، يعني شاهقة في كل مكان، وأنت تقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة: وسأخبرك عن أماراتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البؤم يتطاولون في البنيان، فذاك من أشراطها. وهذا الذي حدث في جزيرة العرب، هم أصلا رعاة إبل، سواء كانوا في دبي أو كانوا في قطر أو كانوا في الرياض أو كانوا في غيرها، هم في الأصل رعاة إبل. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الإبل البؤم يتطاولون في البنيان، فذاك من أشراطها. فأصبح تنافس غريب، حتى أننا سمعنا عن شخص يريد أن ينشئ برج ارتفاعه كيلو في السماء،
يعني إذا جئت تقيمهم كم طابق على أساس طابق 3 أمتار كما في بلادنا 333 طابقا. فهذا أيضا من أشراط الساعة، أشراط الساعة وكسرة الهرج حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولكن علينا أن نثبت على ديننا، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، الذي تعرفه أنت موقن تمام اليقين به أعمل به، الذي لا تعرفه أمسك عنه، الذي لا تعرفه، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أزمنة الفتن خذ ما تعرف ودع ما تنكر، الشيء الذي تعرف وتعرف أحقيته وصدقه خذه، والذي لا تعرفه اتقه وابتعد عنه واسأل الله الثبات. أقول ما يذكر، اللهم إني، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل يشترط في الهبة المساواة بين الذكر والأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل هذا يعني يسأل؟ الذي يظهر والله أعلم بعد مراجعة المسألة، طبعا في المسألة قولان للعلماء، قول بالتسوية لقوله اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقول بأن الذكر له مثل حظ الأنثيين وحمل الأولاد على الذكور. والظاهر والله أعلم أنه ينظر في قدر الهبة، فأنت تعطي لابنك ولابنتك مصاريف يومية، تعطي الولد مثلا جنيه، لن نقول لك أعطي البنت نصف جنيه، لأن الولد بيأكل مثل البنت ومصاريفه كمصاريفها. لكن لو ستكتب لولد شقة، هل تكتب للبنت شقة مثل قد يحتال قوم بها على المواريث؟ إذا أشرفوا على الوفاة عبسوا وقالوا نخرج أموالنا كهبة ونسوي بين الذكر والأنثى. فالذي يظهر والله أعلم أن الهبات الكبيرة التي تقوم مقام الميراث الكبير يعطى الذكر فيها مثل حظ الأنثيين، والأشياء المتداولة المعروفة عرفا أنه يسوى فيها بين الذكر والأنثى، يسوى فيها بين الذكر والأنثى، بيد أن العدل بين الأولاد في الهبات عند الجمهور على الاستحباب لاختلاف احتياجات الأبناء، لاختلاف. أما إذا استوى الأبناء في كل الجوانب فنعدل بين الأبناء، لكن لو لك ابن يدرس في الكلية، في كلية الطب، مصاريفه في السنة قد تربو على 5000 جنيه، وابن في الابتدائي مصاريفه لا تزيد على 1000 جنيه، هل تلزم بأن تعطي الولد الذي في الابتدائي 5 مثل الولد الذي في الطب، أو تقول أدخرها له؟ لست بملزم بذلك، لأنها هبات مسببة. لك بنت الآن تجهز للزواج، ستحتاج إلى مبلغ كبير، 50-60 ألف جنيه، وبنت طفلة في المهد، هل تقول هذه تعطى مثل تلك، أم أن هذه هبات مسببة يجوز التفاضل فيها؟ والله أعلم. يقول أعمل مهندسا في شركة مقاولات، وقمنا بالتوسط عند الشركة لرجل كي تبني الشركة له بيتا، فأعطاني مبلغا من المال هدية، لا تقبل هذا المال، اجعله لوجه الله، وإن كانت شركة حكومية فيزداد الأمر بالمنع ويتأكد الأمر بالمنع. يسأل عن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال عبد الرزاق في مسنده هي كفر. الكلام قاصر، النقولات فيها عن مدرسة ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمن حكم بغير ما أنزل الله
لا بد من النظر في أمره، هل هو مستحل للحكم بغير ما أنزل الله؟ هل يرى أن الحكم بما أنزل الله يستوي مع الحكم بغير ما أنزل الله؟ فهذا يكفر. هل يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله حلال ويفضله على حكم الله؟ هذا أيضا يكفر. لكن إن قال إذا حكم بغير ما أنزل الله مع علمي أن حكم الله أفضل، لكن ارتشى فظلم وغير في الحكم، حكم بغير ما أنزل الله، فهذا بلا شك ليس كمن كفر بالقرآن، ليس كمن كفر بالقرآن أو اضطر إلى أن يحكم بغير ما أنزل الله، فالمضطر أيضا مستثنى من الحكم، والله أعلم. حديث زادك الله حرصا ولا تعد ثابت، نعم ثابت. حديث ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ليس بحديث، إنما قول نقله الشوكاني عن كثير جدا من العلماء أو نقله عن الأكثرين، قال وأجمع إن لم يخن لفظ على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والله أعلم. هل المريض أن يتيمم على السرير أم يجب عليه أن ينزل إلى الأرض ليتيمم؟ إن أتوا بتراب في قدر على السرير تيمموا على السرير، يعني لا يلزم أن ينزل إلى الأرض كي يضرب يده في الأرض، لكن إن كان يقول أتيمم على السرير بمعنى أنه يضرب على المرتبة لا يصلح إلا إذا كان فيها غبار واضح. رجل به مس، ماذا يصنع؟ يرقي نفسه بالمعوذتين مع سورة الإخلاص مع الفاتحة مع آيات الكرسي مع الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. صلاة بعض المرضى على المقاعد الخلفية هل تصح؟ يتصح مع الكراهة، لكن يتقدموا إلى الصفوف ويصلوا جلوسا أيضا في الصفوف أو على الكراسي في الصفوف، أما التفاوت الكبير يكره، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل عن قضية الرجم، هل نسخت؟ الرجم لم ينسخ، قد رجم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده، فالرسول رجم الغامدية ورجم ماعزا الأسلمي، وقال أيضا في قصة العسيف واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا، والرجم ثابت حتى عند اليهود، حتى عند اليهود. ورجم الصحابة من بعده، ورجم علي امرأة، وفي بعض الروايات أنه رجم وجلد، قال رجمتها بكتاب الله وجلدتها بسنة رسول الله، وإن كان الجمهور يخالفون عليا في الجمع بين الرجم والجلد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه صلوات الله وسلامه عليه، وأخشى إن طال بالناس الأمد أن يقولوا إن الرجم ليس في كتاب الله فيتركوا فريضة فرضها الله عليهم فيضلوا بترك تلك الفريضة. الرجم ثابت في كتاب الله سبحانه، ولكن هناك بعض الأمور لا تجبر امرأة ولا يجبر رجل في هذه الجريمة بعينها خاصتها على الاعتراف بالزنا، يعني الحرامي إذا أتينا به ممكن نمسه بعذاب حتى يعترف، يقول الأبعد سرق القاتل لأول ولا سينكر، قد تمسه بعذاب حتى يقر بالقتل، لكن هل يجبر الزاني كما يجبر غيره على الاعتراف بالزنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه ماعزا يقول إن الأبعد قد زنى، أعرض عنه النبي أدار وجهه إلى شقه الأيمن، فاستدار ماعز إلى الشق الأيمن لرسول الله، الأبعد قد زنى، أدار النبي وجهه إلى شقه الأيسر، استدار ماعز إلى الشق الأيسر، فقال الرسول لعلك قبلت، قال لا إنه الزنا، قال لعلك لمست، لعلك غمست، لعلك انظروا هل به جنون،
انظروا هل به جنون؟ استنكهوه، شموا رائحة فمه، قد يكون سكرانا. وفي بعض الطرق أنه نصح بأن يذهب يستغفر الله، أصر على أنه زنى وأنه يريد أن يتطهر. فهذه تختلف عن قضايا أخرى، فالاعتراف بالزنا والإقرار به، إما أن تكون هناك بينات كالحبل كما قال عمر، أو يكون هناك شهود أربعة على أنه رأوه يزني كما يدخل المكحل في المرود في المكحلة، أو هي تعترف أو هو يعترف. لأن الرسول في قصة العسيف كلاهما، لا عفوا، إذا رجل قال إنه زنى بامرأة، الحد يعني نسأله أنت زنيت؟ عياذا بالله. قال نعم، يقام عليه الحد، والمرأة لا يقام عليها الحد إلا إذا هي أقرت. وإلا ممكن أي امرأة بغي الآن تأتيك وأنت رجل فاضل تقول مش مشكلة أنا أنها يا بكر ستجلد، وأنت ترجم، أنت سترجم إذا أنت متزوج. فكانت امرأة، أي امرأة تريد أن تتسبب في رجم رجل تدعي عليه الزنا، هي تقول أنا سأجلد 100 جلدة مش مشكلة أتحمل، لكن أخلص منه ومن شكله، فتدعي عليه أنه زنى. فلذلك في الزنا المقر يقر على نفسه، المقر إنما يقر على ماذا؟ على نفسه. لأن الرجل لما قال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله سبحانه، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، يعني اذهب يا أنيس الصباح إلى امرأة هذا الرجل، إن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. ففي الزنا يلزم إما الاعتراف وإما الشهود الأربعة وإما الحبل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فليس في جريمة الزنا أنك تأتي بالشخص وتضربه حتى اعترف أنه قد زنى، إلا إذا كان اغتصابا، فانتقلنا من قضية الزنا إلى قضية الاغتصاب، والاغتصاب له أحكام أخرى غير مجرد الزنا والعياذ بالله. ولكن أيضا يلاحظ أمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولنلحظ أن هذه أحكام الله سبحانه وتعالى، أحكام الله سبحانه وتعالى. والذين يدعون أنهم حماة لحقوق الإنسان لا يتورعون من قذف دول بكاملها بكل أنواع السلاح وبالقنبلة التي وزنها أطنان، فتدمر الأخضر واليابس، وتدمر الطفل، وتدمر البريء، وتدمر المتهم، تدمر الجميع، ولا يتورعون في ذلك، ويدعون أنهم حماة لحقوق الإنسان، وأن من حقوق الإنسان أن تقذف قنابل فوق هيروشيما اليابانية وإن كانوا كفارا، تبيد الأخضر واليابس بالطريقة التي حصلت وما زالت آثارها بادية على المولودين في هيروشيما للآن وفي نجازاكي كما لا أخفى عليكم. والقنابل التي استحدثت الآن مفعولها يعادل مئات المرات مفعول القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. فهم يدعون أنهم حماة لحقوق الإنسان، ولكن لا يتورعون من قذف البلاد بأبشع أنواع السلاح وأبشع أنواع المتفجرات. فحكم الله سبحانه وتعالى يمتثل. وقد قال تعالى لبني إسرائيل توبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم، وبشهادة اليهود وبافتخارهم أنهم أمروا بذلك، فخرج القوم بسيوفهم في الصباح، وباعتراف اليهود إلى الآن يقتلون أنفسهم، يقتل من قابله، يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل أمه، يقتل زوجته، شهر السيف وخرج يقتل من أراد، حتى قتلوا آلافا في صبيحة واحدة، إلى أن رفع الله عنهم
العقوبة وأوحى إليهم أنه قبل توبتهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فأحكام الله تجري كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الآثار السلبية للزنا أقررت بحكم الله إن كنت تريد البحث عن أسباب. فالزنا هذا كم نسب إلى شخص أولادا ليسوا له بأولاد، امرأة زنت وهي متزوجة حملت من الزنا، نسبت الأبناء إلى زوجهم ليسوا بأبناء، فغشت الزوج ونسبت إليه أبناء ليس بأبناء، جعلت الأبناء يطلعون على حرمات ويقتسمون الميراث ولا يحل لهم ذلك. الزنا كم ولد من ضغينة بين الناس حتى على مستوى الرؤساء والوزراء والأمراء في العالم كله، تراهم يقتل بعضهم بعضا من أجل أن هذا زنى بامرأة أو أن هذا بامرأة ذاك أو أن هذا تعدى على امرأة الآخر. فكم ولد الزنا من حروب، وكم ولد الزنا من قطيعة للأرحام، وكم ولد الزنا من نسبة ولد إلى غير أبيه. وهذه الحالات حالات معدودة عرفت في تاريخ الإسلام، لكن كما يقولون القتل أنفى للقتل، فالرجم أنفى للزنا. فإذا سمع الناس أن فلانة رجمت أو جلدت انكف الناس عن هذه الجريمة الشنعاء، وحفظت الفروج وحفظت الأرحام وحفظت أعراض المسلمين، والحمد لله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. شاع في هذه الأزمان أيضا في محطات المترو في القاهرة شعارات تبث كثيرا، شعارات ليبرالية علمانية نبرأ إلى الله منها، مطلعها أنت حر ما لم تضر، يصبحون الناس بمثل هذه الشعارات، أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر. فنقول لا، لسنا بأحرار، نحن عبيد، نحن لسنا بأحرار. الحرية المطلقة نفعل ما نشاء وننسلخ من الدين كيف نريد، لا، بل نحن عبيد لله سبحانه. فلساني معبد، لا أتكلم إلا بالذي يرضي الله علي. أيضا يدي معبدة، لا تبطش إلا بالذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نظري معبد، لا أنظر إلى ما شئت. ليس من حقي أن عياذا بالله نرتكب الفاحشة وإن رضيت المرأة، فلست بحر، أنا عبد لله سبحانه. وهذا الذي نسميه نقرأه في كل صلاة نصليها مما يهدم المذهب الليبرالي القائل أنت حر ما لم تضر. في كل صلاة نصليها نقول إياك نعبد، لا نعبد هوانا، ولا نعبد دساتير، ولا نعبد قوانين، ولا نعبد أي شيء إلا أننا نعبد الله سبحانه. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك. فالشعار الباطل المرفوع أنت حر ما لم تضر شعار ليبرالي نبرأ إلى الله منه. فأنا مسلم عبد لله مطيع له، ما أمرني الله به فعلته قدر استطاعتي، وما نهاني الله عنه اجتنبته بعون الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.